الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحفتكم أهنا في ولاية بسكرة وجميع أخواتنا داخل الوطن وخارج الوطن. رانا اليوم في سهرة رياضية في رياضة الكينج بوكسين. تابعوا معنا المسابقة هذه اللي راهي مقيمة في حي 700. تفضل في ملعب 700. تفضل. السلام عليكم. نعم السلام. ان شاء الله اخويا جمال كشفت كرئيس الرابطه يعني نتشرفوا ونشدوا بايدك ان شاء الله كناشط مصطفى شتا. ان شاء الله نتمنى لكم ما ننساوش مصطفى شتا كان شرحنا شيخ كلمه صفحه نوف بسكره. نشوفوا احنا على كل حال دائما رياضه الكيك بوكسين عندها الشعب تاعها عندها الشعب تاعها والشعبيه تاعها. رغم ان الانقطاع هذا تاع عامين الا انه منافسه كما هذه يعني منظمه من طرف ثلاث نوادي يعني الا ان تزامنت هي ثانيا تزامنت مع 845 وليد 27 والحمد لله الدوره هذه الشيخ فرصه اكثر من التنظيم. شيخ باش تحكي لنا على الدوره هذه من ناحيه التنظيم من ناحيه تاطير الدوره. والله التاطير كاين ثلاث نوادي اللي راهم ياطروا في الدوره اللي هي نادي الابطال، نادي التحدي ونادي التضامن وكل راهم في بلديه بسكره. هذه بالنسبه للفئه العمريه. الفئه العمريه كاين كل الاصناف، صنف الكتاكيت، صنف البراعم، صنف الاواسط وصنف الاكابر كامل الاصناف. واش توجه رساله؟ 16 منازله. نعم رساله للمتابعين اللي راهم متابعين معاك الاولياء والعائلات المسكينه. والله الرياضه ديما دائما الرياضه هي ماناش نشوفوا احنا رانا نشوفوا في تنظيم رانا نشوفوا في تقنيات ماناش نشوفوا في يعني عيارات احنا رانا نشوفوا في رياضه كرسالة. نعم كرسالة للعائلات البسكرية اللي راهي. والله ننصحوا كل العائلات ماهوش شرط يديروا الرياضة الكيك بوكسين، يديروا أي رياضة. لازم يحثوا أولادهم على الرياضة. نعم. لأنها عندها يعني عامل على العامل النفسي سيرتو العامل النفسي. تخدم بزاف العامل أي رياضة. هذه كرسالة ختامية توجه بها للسلطات المعنية بالأمر. كرسالة توجهها يعني في ختام الكلام كرسالة توجهها يعني في الختام. والله إن شاء الله نحاولوا نستمر في الميدان هذا، نحاولوا نستمر رغم عندنا عامين ما نشطناش ما درنا حتى نشاط. وهذا عامل يعني يضر بأي رياضة ماهوش غير رياضة. وش الأسباب اللي راجعة يعني توقف الله؟ كورونا. ايوا هذه هي الوباء اللي راه ان شاء الله. بالتوفيق. شكرا شيخ بارك الله فيك. شكرا نظن انا حتى الناس هم احمد بن قريه حتى الناس اللي راهي تتفرج ان شاء الله. هذا هو هذا هو احنا لانه نظن ان روح
متابعينا الاوفياء متابعي صفحه اي لوف بسكرا كالمعتاد دائما لنقل احداث والملتقيات او نشاط النوادي في ولايه بسكرا. اليوم نحن في سهره رمضانيه يعني ما شاء الله كما رانا نشوفوا الحضور الكريم اللي راه حاضر معنا اليوم ما شاء الله. سهره اليوم سهره رياضيه في الكيك بوكسينج من تنشيط ثلاث نوادي. خليكم تتابعوا الاحداث اللي راهي صاريه معنا. الان النتيجه الفائز هو دهنون عمار نادي التضامن نادي الازهر. نادي التضامن هو الفائز في هذه المباراه. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. جن 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 المنازلة الثانية عيداوي طه نادي التحدي ركن الأزرق وطاجين يحيى نادي تضامن ركن الأحمر. السلام عليكم. واش راك واش تحكي لنا على المقابله تاع اليوم اللي واجهت هذا الخصم هذا اللي اشكر الاستاذ شوسف الشيخ يوسف على التعب تاعو خلاني نقابل. يعطيك الصحة يعطيك الصحة ان شاء الله. سيدي هذا المصير اللي انا عيط ياسم بعد نهضر معاك. لا حسب مؤطري هذه الدورة مباراة قوية راح نشاهدوها معنا راح نشاهدوها بالكامل. Let's go!
ان شاء الله على كلا المبارزين الاثنين. ايه طه مليحه انتهاء الشوط. مليحه طه مليحه. بارطاجي من اللايف ديال ليكيب، بارك الله فيكم. Hey, Allah!
اطلع روح. ارجع لورا، ارجع لورا، ارجع ارجع ندخل. روح ده، روح روح. ايه ايه عم شوشي بالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق طه. شكرا لكم، شكرا لكم. هيا هي اللي نختموا هذه بدل ما نقول بلا هذه ربع ساعه ولا مازال كاين كوتش. منازل الموالية وسن في الأواصل نوارا أكرم نادي التضاون نادي الأزرق نادي الأكرم نادي الأحمر نادي الأبطال. لما تشوفوا وهنا فاني يا رب يبارك عم بكا طلعين ما شاء الله. ان شاء الله ليكيب اللي راكم تابعوا فينا الان راح نوقفوا البث المباشر هذا الان ونلتقي ان شاء الله في مباراه خاصه بالاكابر. فرجه ممتعه ان شاء الله، نلتقي بعد قليل. شكرا.